صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى او الفضائيه المصريه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. بنبدا معاكم حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، وكالعاده بنبدا معاكم بسؤال الحلقه بما انه خلاص ايام قليله جدا بتفصلنا عن بدايه سنه جديده، وان شاء الله يا رب تبقى سنه الخير كده والسعاده علينا جميعا. فسؤال الحلقه النهارده، ايه الصفه او العاده اللي حابب ان انت تدخل السنه الجديده وهي مش معاك وحاسس انت عايز تتخلص منها؟ ايه مصطفى؟ الله، على طول انا كده على طول. وانت فاكر ايه؟ ادي مقدمات. لا يعني هي ممكن تبقى صفه، ممكن تبقى عاده، ممكن تبقى شخص، ممكن تبقى مجموعه صفات، ممكن براحتك قول اللي انت عايزه. وده سؤالنا للناس. طب بس طبعا يعني انا فاكر ان الشاعر الشعبي الجميل اسلام خليل كتب لشعبان عبد الرحيم في مطلع الالفيه دي: هبطل السجاير واكون انسان جديد، ومن اول يناير خلاص هشيل حديد. الكلام ربما عن التدخين ما بيخلصش، ناس كتير جدا بتقول ان الصفه الوحشه اللي هي التدخين كل سنه هتقول ان انا هبطل وهبتدي اخش سنه جديده بشكل جديد بنوع من انواع. انا بصراحه الصفه اللي انا عايزه اخش بيها السنه الجديده ان انا ابطل تدخين. دي العاده. دي العاده. ايه بقى الصفة؟ ما هي العادة والصفة بقى، مشيها يعني. همشيها يعني خلاص؟ يعني. طيب ماشي، انت يعني في ايه حابب انه السنة الجديدة، خلي زي ما بيقولوا كده السنة الجديدة بندخل معانا ليست كده بالظبط فيها يعني امنيات جديدة ويمكن احلام جديدة، ايه اللي انت عايز تحققه في السنة الجاية ان شاء الله؟ والله عادة السهر، انا بقعد في السرير ما بعرفش انام. يعني انا امبارح مثلا داخل في السرير من الساعه 9:10 مش عارف انام. ده انت عايز تتخلص منه؟ نفسي اعرف انام بدري من ساعه ما جيت صباح الخير يا مصر هنا، وانا مش عارف اظبط الساعه البيولوجيه نهائيا، ودي اكتر حاجه كانت مقرقاني يعني. بس بتنام بقى على مثلا ايه 12 1 2، انك تظبط الساعه البيولوجيه دي حاجه صعبه جدا. انا بحاول ان انا يعني اعمل ان شاء الله. طب احلامك للسنه الجايه ايه؟ يا رب يا رب تبقى افضل لينا كلنا على عدة مستويات يعني، ويا رب تبقى افضل لنا كلنا يا رب ان شاء الله. انت بقى الصفه اللي انت عايزه؟ ايوه. لا مفيش والله، الحمد لله. الحمد لله، مش عارفه اقول لك ايه ولا ايه. قولي قولي قولي. بص يعني هقول لك على حاجه، والله انا بالنسبه لي السنه دي يمكن حسيت كده، احنا كل سنه بنقعد نقول السنه دي ما كانتش الطف حاجه، لا السنه الجايه عايزه يبقى في 1 2 3، لا حسيت انه بجد لما تقف كده مع نفسك وتفكر هتلاقي ان السنه فعلا كانت مليانه ستر من ربنا، كانت طبعا مليانه رحمه، كانت مليانه يمكن خير كتير احنا ممكن ما نكونش مدركينه قوي. في مواقف اكيد صعبه عدينا بيها، حاجات ضايقتنا حصلت، لكن كل حاجه كان وراها حكمه، في حاجات عرفنا الحكمه منها، في حاجات لسه ما عرفناش الحكمه من وراها، بس الاكيد انه فعلا طول الوقت ربنا هو اللي بيخطط لنا، واكيد خطط ربنا لينا احسن من اي حاجه واحسن من اي حسابات ممكن احنا نحاول ان احنا نفكر فيها. فانا بالنسبه لي كانت سنه فعلا يعني بحمد ربنا عليها، كانت مليانه بحاجات كتير جدا، يمكن في وقت فعلا زي ما قلت لحضراتكم كان في مواقف صعبه، بس ادركت انه طول ما انا خارجه من السنه الحمد لله صحتي كويسه، صحه عيلتي بخير الحمد لله. صحيح. يبقى الحمد لله الف حمد والف شكر. فانا بالنسبه لي عايزه السنه الجايه الصفه اللي اتخلص منها صفه ان الواحد يفضل يتذمر طول الوقت. احيانا لما بيحصل حاجه بتضايقنا يا رب ليه حصل كده، مش وبنقعد نبص على الحاجات يمكن نص الكوبايه ناقص. ايوه. فدايما حابه ان انا ابص على نص الكوبايه، لان يمكن انا شويه فيا العاده دي لكن عايزه ازودها اكتر، نبص على نص الكوبايه المليان. صحيح. دايما دايما ربنا بيبعت لنا حاجات، ونعمه الصحه نعمه الستر دي في حد ذاتها فعلا حقيقي حاجه تستحق ان احنا نحمد ربنا عليها. فكره ان اصلا ربنا يلهمك ان انت تبقى راضي طول الوقت دي في حد ذاتها نعمه. صحيح. فيعني اتمنى انه السنه الجايه كده تبقى سنه لطيفه، وسنه يبقى فيها خير علينا كلنا، ونحاول دايما كده على يعني بدايه السنه الجديده نبص على نص الكوبايه المليان. صحيح. نشوف ربنا ادانا ايه، خرجنا منها الحمد لله بستر وبصحه، اولادنا كويسين، اسرتنا كويسه، عندنا سقف بيت الحمد لله قادر يلمنا. صحيح. قادرين ان احنا نحصل على قوت يومنا، ده في حد ذات كل دي نعم. اعتقد الباقي بيدخل في سياق يمكن يعني عارف حاجات اكتر، بس يعني بس ده مفهوم عام يعني بالظبط.
فدي حاجه. ممكن برضو موضوع السهر ممكن اتخلص منه، احاول احنا اتخلص احنا منه. احنا كلنا بنحاول. من ساعه ما جيت هنا مش عارف مش عارف كنا بنتكلم اللي مش هتعرف والله طلع كلامك صح. شفت حاولت كتير فعلا بس ما عرفت. هي بتبقى صعبه شويه عشان المواعيد بتبقى كمان يعني صحيح. متغيره كل شويه بتتغير. جالك ميعاد بالليل هتعمل صح. ايه هي فعلا ما بتعرفش تظبطها، وما فيش بني ادم بينام الساعه 8 9 يعني. احنا برضو يعني في ناس بتعرف تعمل ده في ناس بتعرف بس حياتها ده. كلها متسيستم على بالظبط. بيبقى خلاص تبقى هي دي ده يعني ده نظام حياتها. اجازه بقى مش اجازه ده بيبقى نظام حياتها. طيب حاسس ان في ناس في 2023 هتدخل من غيرهم السنه؟ لا والله انا بالعكس، انا من حين لاخر بصي مبدا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، ده دايما انا ممشي في حياتي. ولو قريت في التنميه البشريه هتلاقي نفسك ان انت لازم يبقى معاك زي ورقه كل فتره بتكتب فيها الحاجات اللي انت عايز تعملها والحاجات اللي انت مش عايز تعملها، ودايما تحاسب نفسك، وشيء من انواع المراجعه يعني. مش قصه ناس، هي ممكن صفات، ممكن ناس، ممكن حاجات، لكن بشكل عام الناس زي ما بيقولوا الناس التوكسيك، الناس المسمومين اللي هم جروك لور، ما بيدفعوكش لقدام. تخلص من هؤلاء الناس، قلل حوارات معهم، وهم أصدقاء عمر وأصدقاء طفولة وخلافه، حاول تبعد عنهم لأن هم هيجروك لورا مش هيخلوك قدام. دايما بص للحد اللي بيضيف لك، اللي بيديك معلومة، بيديك أمل، بيديك إحساس بأن الدنيا أفضل. الناس اللي هم دايما تتذمر ابعد، هنقول بتتذمر يعني دي حقيقه. فكره انت تحوط نفسك بناس صحيح. ايجابيه أيوه. وناس بتحبك وناس بتدعمك طول الوقت، ده مهم جدا. زي ما انت قلت في احيانا ناس فعلا بتشد لورا شويه جدا، بتبقى ناس حريصه ان هي دايما تبص على اللي ناقص سواء عندك او عندهم، يعني ملهاش علاقه انه حد يشير للحاجه اللي عندك مشكله فيها، لا احيانا في نفسهم هم، فبيبقى في طاقة سلبية رهيبة وبتتأثر بيها بقى انت يعني. اهرب اهرب صعب قوي. انا من الناس اللي بتتأثر جدا من فكرة ابعد بالناس اللي دايما متضايقة، يعني لو قاعدة مع حد متضايق انا يعني بتحس ان انا بمتص الطاقة بتاعته بتضايق. ما هو ده امر طبيعي يعني بعرفش افصل. فعايزين ندخل السنة الجديدة كده بعيد عن كل ناس لطيفة بشوشة، نتفائل بالخير، نتفائل بالخير هنجد، وده يعني ده 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 أكيد. خلينا نبص دايما لنص الكوباية المليان صحيح. نحاول نشتغل على نفسنا نلاقي حلول المشاكل اللي عندنا، بدل ما طول الوقت نقعد نتذمر ونقول يا رب ليه أنا ما عنديش، يا رب أنا حياتي دايما ناقصة. لا، ربنا مدينا نعم كتير جدا، خلينا نركز عليها، نطور دايما من نفسنا، نحاول نشتغل، نحاول نخلق فرص جديدة، نحاول نساعد ناس غيرنا، نحاول نعلم نفسنا، نعلم ولادنا شيء جديد، نحاول نقرب من ربنا بشكل أو بآخر أكتر. نبدأ السنة كده بنية صافية وروح حلوة وبشاشة وتفاؤل، فالسنة إن شاء الله إن شاء الله تكمل معنا كده. فاضل 5 أيام أظن، 26 ديسمبر النهاردة 5 أيام أعتقد إن أنت وإنتي تقدروا تحددوا بقى أنتوا عايزين إيه في ال5 أيام دول. صحيح، حددوا وقولوا لنا، يعني احنا برضو حابين نشارككم احلامكم وطموحاتكم وافكاركم. ممكن تبقى افكاركم ملهمه جدا لينا وملهمه للناس الثانيه، سواء صفات، سواء عادات، سواء ناس بعينهم. ما تكلمناش عن الناس، لكن كلمنا عن قيمه بشريه او قيمه انسانيه نقدر نوصلها او نستفيد بيها من خلال حضرتك او من خلال حضرتك، ونعمم الفايده علينا كلنا في صباح الخير يا مصر. على أي حال مرة تانية أقول لحضراتكم السؤال، السؤال هو إيه الصفة أو العادة اللي حابين تدخلوا السنة الجديدة وهي مش معاك وعايزين تتخلصوا منها؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة بإذن الله. صباح الخير والسعادة عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر. صباح الفل.